شو قلة هالذوق هي؟ أنا عن جد ما توقعت يطلع منكن هيك تصرف. الكبار جوعانين وما أكلوا شي وحضراتكن قاعدين عم تأكلوا؟ لا بس نحن عم ندوق لحتى نتأكد إنه الأكل مو بايت. بس مثل ما بتعرفي الطباخين بالمطاعم عم بيحطوا حشوات بايتة للسمبوسك هالأيام. لك بلا كتر حكي، فتي شي مرة على المطبخ وعملتي سمبوسة؟ على أساس هي بتعرف تميز بين البايت والتازة. ستي كلي لك لقمة. يا سلام، بصراحة من زمان وأنا كتير بحب أكل من هالمحل، بس هاي المرة في طعمة جديدة بس كتير طيبة. ليكي بنتي صيري اعملي لنا سمبوسك مثل هاد بالضبط. ماشي. ما أكلتي؟ لا، أنتي كلي بالأول وأنا باكل بعدين. لا لا، أنتي كلي أول شي بنتي. ستي لو سمحتي كلي. لا، ما حدا بهالبيت عنده جرأة إنه يرفض لي طلب. خليني طعميكي أنا بإيدي اليوم. شبك؟ شو أنت بدك عزيمة لحتى تتفضل؟ تعال عندي. بورفا صار لفترة جاي على هالعيلة، بس ما حدا صورها معي ولا صورة وحدة. يلا صورني أنا وبورفا شي صورة تكون حلوة. يلا تعي وقفي جنبي قربي. يلا كلي هي من إيدي وتطلعي على الكاميرا. مشي الحال، صورنا. يلا هلا كلي. بورفا لو سمحت اسكبي لها صحن لأمي. تفضلي أمي. بورفا قبلت بشرط راميش؟ بورفا ما رح تقبل شرطه لأبي. أنا جبت أكل من برا. فيدانت أنت بتعرف قديش صار في مشاكل وتوتر بالبيت وأنت جايب أكل من برا، ما بتعرف طبع أبوك. بس أنا كمان احترمت أوامر أبي. هو ما كان بده حدا يطبخ بالبيت، ما طبخنا. أنت ما أكلتي، بترجاكي كلي. أبوك كمان جوعان، ما حدا بالبيت أكل شي، أنا كيف بدي أكل؟ أمي الكل أكل ما عدا أبي، وأبي رح يأكل كمان، أنا بوعدك. أنت أكلت؟ أكلت، أنا من شوي لما كنا عم نصب الأكل تحت دقت لقمة من كل نوع وشبعت. مرتك إجت جديدة على عائلتنا وأنت من هلأ بلشت تكذب علي. كلي أمي. فيدانت أنت اليوم جبت أكل من برا، شو مشان بكرة والأيام اللي جاية؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.